الله تعالى وبركاته أحبتي حياكم الله حيثما كنتم وأسعد الله أوقاتكم يتجدد لقاء وإياكم والرشفات لندردش ونفضفض لبعضنا ونتعلم أيضا أبدأ دقائق هذا اليوم بسؤال هل عندكم مرآة؟ أكيد ومن ليس له مرآة ربما كم من مرآة أو ما هي مرآتك؟ البعض يقول لك أنا أفضل مرآة في الحمام أكيد نشنو صباح نشوف روحي في غرفتي النساء مرآة التي أحملها في حقيبة اليد ربما في قاعة الإستقبال في السيارة ديالي أينما ذهبت هناك مرآة لكن سؤالي هو ما هي مرآتك أنت وما هي مرآتك أنت المرايا عديدة حولنا في كل مكان في بيتنا في عملنا ربما في سياراتنا أو في الطريق لما في المحلات لكن ما هي مرآتك أنت؟ لما تريد أن ترى نفسك تذهب إلى مرآتك وتعرف ربما تدقق في معالم وجهك لما هناك بثور هناك كذا لما يكون وجهك حزين لما يكون سعيد لما يكون مبتسم أسنانك الأنف العيني يعني تبصر نفسك وتراها من خلال مرآتك التي هي معلقة في حائط لكن هناك مرآة أخرى كلنا عندها ايضا هي مرآتنا الداخليه التي سوف نتكلم عنها اليوم فكيف هي او كيف هو حال مرآتك الداخليه؟ هل هي واضحه؟ هل ترى فيها نفسك فعلا؟ ام مرآتك ليست داخلك انت، مرآتك عند الاخرين. لما؟ لان الكثير منا او البعض او الغالبيه مرآته هي الناس. مرآته التي يرى بها نفسه هي كيف يراني الناس. ربما الناس كيفاش يشوفوني كيفاش يحكموا عليا مراتي ربما انا في فعلين الناس كيفاش ربما حتى هو لما تسالوا ربما حتى بعض الحالات في الاستشارات ربما تسالوا عن نفسه ولا يقول يقولوا لي باللي انا يا هكذا يقولوا لي باللي انا عصبي يقولوا لي باللي كذا وكذا وكذا ولكن انت كيف ترى نفسك وش هي الامور اللي تفرحك اللي ما تفرحكش وشن هي الايجابيات اللي فيك وشن هي التحديات اللي فيك نقاط قوتك نقاط ضعفك ما يعرفش روحه فحتى قراراته في الحياه تبنى على هذا الاساس، تبنى على المراه اللي راهي عنده، يشوف بها روحه، ام المراه اللي يشوفوه الناس بها. ربما حتى تتضح الصوره اكثر واظن انكم قد فهمتم قصدي، اقرا لكم بعض الابيات التي قالها الشاعر، واظن ان اكثركم سوف يجد نفسه في هذه الابيات. يقول الشاعر مقربا لنا المعنى: ضحكت فقالوا الا تحتشم؟ بكيت فقالوا الا تبتسم؟ بسمت؟ فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتم صمت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم بسلت فقالوا لطيش به وما كان مشترئا لو حكم يقولون شذ إذ قلت لا وإما حين رفقتهم فأيقنت أني مهما أريد رضا الناس لابد أن أذم يعني وش دار اضحك تبس معبس دافع على قال كلمة حق كان شجاع كان مسكت كما دار حر معهم لما لأن رضا الناس غاية لا تدرك وكلنا ربما نعرف كبارا وصغارا قصة جحا وابنه والحمار يعني حتى جحا كنا يعرف تلك القصة ركب ابنه فقالوا له كيف ابنك وأنت تسير ركب هو فقالوا كيفش الأب راكب وابنه مسكين ركبا معا أشفقوا على الداب على الحمار نزل معا قالوا كيفاش عنده حمار وراهم يمشوا يعني غاية الناس رضا الناس غايه لا تدرك لذلك البعض للاسف يعيش في هذه الحياه مضطربا قلقا تعبا نفسيا مكتئبا موسوس لما لان غايته هي ارضاء الاخرين ربما احيانا يشري لباس او اثاث في بيته او يدير اشياء او يقوم بامور معينه في حياته برك باش عليه يرضى عليه المسؤولين تاوعو يرضى عليه الناس اللي راهم دايرين به يرضاو عليه الناس ككل ندير واش يعجبهم حتى ربما لبسه او اثاث في البيت تاعو يشري باسكو لازم هكذا هذه هي لاموت هذو هما الناس هذا وش يعجبهم لو كان يجوا يلقوا شيء اخر يضحكوا عليا عيش لنفسك اخي وعيشي لنفسك اختي، رضا الناس غايه لا تدرك، ليكن غايتك وربما رسالتك في الحياه وهدفك الاسمى هو رضا الله اولا، نحن نقول رضا الله ورضايه الوالدين، رضا الله اولا لانك سوف تتعب لو ارضيت فلان وفلان وفلان، لان الناس كل واحد وش يحب، كل واحد وش يخرج عليه. اسعى الى ان ترضي الله سبحانه وتعالى اسعى لرضا اهلك اكيد والديك الزوج والزوجه لكن في المعقول لكن لا افعل هذا فقط وامحي انا ربما اهتماماتي او ميولاتي او قراراتي او شخصيتي رضا الله اولا احبتي لا تعيشوا للاخرين عيشوا لانفسكم ناكل وش نحب نشرب وش نحب ونلبس الاشياء التي تليق بي اكيد لا تتعارض مع شريعتي ومع الاخلاق وغيرها لكن ليس لارضي فلان او فلانه لاني سوف اتعب نفسي ويا ناس تعبانين لانهم يشوفوا روحهم في مراه الاخرين يقارنون ويرضون ويحاولون ارضاء الاخرين عش لنفسك انظر إلى مرآتك الداخلية تفحصها جيدا طور من نفسك حسنها إلى ما هو أحسن حتى تحظى بنفس مطمئنة نفس تسعى دائما للرقي وللتحسن نحو الأفضل وتذكروا دائما قصة جحا ربما نحكيها لولادنا حتى نأخذ منها العبر. أحبتي أختم دقائق الرشفات أستودعكم في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم أحبة أوفياء دمتم بالخير دمتم بالمهارات النفسية والقدرات كل ما هو وجميل ان شاء الله يزين ايامكم ويزين نفسياتكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته